يا سلام يا سلام، انا اسمي الرجل القزاز، انا قوي كثير كثير وهم بسموني رجل الجلاس، وبدي اسوي اليوم مقلب في الفيليجرات. انتوا جاهزين يا شباب بنات؟ يلا يلا، اي في واحد هون، في واحد هون، وهاي دجاجتي المكونه من الجلاس. يلا يلا خليه خليه. اوه يا سلام يا سلام، والله البحر مرحبا، تعالوا تعالوا تعالوا. شو هذا ولا شو هذا؟ تعالوا تعالوا، شو مالك خايف؟ طلعوا كيف بحبني. رجل قزاز رجل قزاز، ديروا بالكم منه، والله مخيف. شو هذا؟ انا مش مخيف. تعالي يا دجاجة الجلاس، انا قوي كثير كثير، بسموني رجل الجلاس. طلعوا كيف كلهم مستغربين. مرحبا مرحبا يا دجاج القرويين. طلع طلع يا صبحي، كيف في واحد قزاز؟ اوه والله شايفه شايفه، مرعب كثير كثير. شو هاي دجاجته كمان مكون من الجلاس؟ اوه والله مكون من الجلاس. شوف شوف، والله مخيف كثير. يا صبحي شو بدنا نسوي يا صبحي؟ والله بخوف، والله ما بعرف ما بعرف، والله مرعب جدا جدا. هذا من متى موجود هون؟ مش عارف يعمل فينا مقلب، نقزني. كنت بدي اتفرج على البحر، ولا راح طلع لي من البحر، والله انه شرير كثير. اوه والله شايف شايف، نظراتك جميلة يا قروي. خلص خلص، انت ضيعت وقتك. تعالوا تعالوا هي هي، يلا يا دجاجتي تعالي معاي. واو، هذا هو قاربي الرائع كثير كثير يا شباب بنات، وهي كمان دجاجتي قاعدة بتلحق فيي، والله انها مضحكة كثير كثير. شوفوا القارب تبعي، قارب خرافي جدا جدا، وهيني قاعد بسحب الدجاجة تبعتي. جد دجاجتي مكونة من القزاز من الجلاس. يلا يلا يا شباب بنات، خليني طلعوا كيف كلياتهم بتطلعوا علي ومستغربين. مرحبا مرحبا يا قرويين. اوه شو هذا شو هذا، والله انك مرعب كثير كثير. شو هذا؟ طلع كيف بسحب الدجاجة، شوفوا. والله انا كثير كثير قوي يا شباب بنات، انا اسمي الرجل القزاز، انا قوي كثير كثير. طلعوا كمان دجاجتي موجود وراي. شو هذا؟ شو هذا؟ والله مخيف كثير. طلع كيف بمشي بالقارب تبعه، والله بخوف يا صبحي. اه والله شايف شايف، يا ربي والله غريب كثير كثير. ايه شو هذا كمان المنزل المكون من القزاز اللي قدامنا؟ ايه هو شو هذا؟ خلينا اروح اشوف. ايه اه والله يا صبحي، شوف شوف يا صبحي، طلعوا يا شباب كيف طلعوا. صح يا صبحي، هذا كثير كثير غريب. طلعوا كيف؟ اه والله كثير كثير غريب، والله هذا منزل جديد. هذا منزلي والله. هذا منزلي يا غبيين. طلعوا طلعوا كمان، ما بتقدروا تدخلوا. انت تعالي يا دجاجتي. ايش؟ اوه خليني ادخل دجاجتي. يلا مش راح تقدروا تدخلوا. طلعوا كيف طلعوا كيف، كلياتهم مستغربين. منزل حلو كثير كثير، ايش هذا المنزل؟ والله منزلي قوي جدا جدا، ومن اقوى المنازل الموجوده في العالم. اذا اطلع ترى كيف كلياتهم بتطلعوا علي مستغربين. طلع طلع كيف. اه والله شو هذا المنزل، جديد جديد وغريب وعجيب. اه والله شوفوا، حتى فيه اشياء غريبه. والله شايف شايف، والله غريب كثير كثير. والله اول مره بشوف عليه. كيف بدنا ندخل؟ مش راح تقدروا تدخلوا. هذا هذا دخلنا. منزلي منزلي قوي كثير كثير، انا كنت مصنوع من الرمل، بس القزاز والجلاس مصنوعات من الرمل. شباب بنات بتعرفوا انه القزاز مصنوع من الرمل؟ اللي بيعرف يكتب لنا تحت في الكومنتات. عمركم شفتوا واحد مثلي؟ بدي انام، تعبتوني كثير كثير انتوا يا قرويين. تعالوا اصحى ورتينا شكلك. واو والله شكله رايق كثير كثير. لا تزعجوني. لا تزعجوني يا قرويين، بدي اعرف انام انا ودجاجتي. يا دجاجتي خلاص، تقدر تقدر تروحي، روحي من هون. يا الله ملزق فيا يا ابو 20 ساعه. طلع كل طلع البحر صار يتفرج عليك. تفرج تفرج، وكيف هذا قاعد ينام؟ تفرجوا والله منزله كثير كثير حلو. والله من خلاله. واو خلينا نبص عليك. واو نفسي ادخل جوا. واو والله والله والله، وانا نفسي ادخل جوا. لا يا ربي، ايه في دب في دب، اهربوا في دب. ايش طلع في دب وراهم؟ طلع في دب وراهم. والله اول مره بشوف دب في البراري مثل هيك. يلا يا شباب خلينا اقعد هون واسترخي. يا سلام يا سلام، يلا يا شباب بنات تصبحوا على خير. اوه شو هذا المكان الرائع، اشوف ايه في واحد جوا كلاس. خلينا ادخل عليه مثل هيك. ايوه ايوه، اعوذ بالله، كيف دخلت انت هون؟ انا البتروك. ايش بتسوي هون انت؟ كيف هيك مسكتك قاعد على الشط؟ شو هذا منزلي، هذا منزلي، انت كيف دخلت هوني؟ ما بعرف، فيش حدا بيقدر يكسره غيري هذا الجلاس. يعني انت شايف القرويين كيف بتطلعوا علينا؟
انا بقدر اكسرك انت كمان. شو هذا؟ كيف انت قوي؟ ما في حدا بيقدر يكسرني. كيف انت بتقدر تكسرني؟ ايه بس البدروك الوحيد في العالم اللي بيقدر يكسر الجلاس. يا ربي جد قاعد تتكلم؟ لا تقتلني. نعم. بترجاك لا تقتلني دجاجتي، انا ودجاجتي بريئات كثير كثير، بترجاك لا تقتلنا لا تقتلنا. انا ما راح اقتلكو. ليش اقتلكو؟ انا جيت من اخر العالم، من اخر الاسكا ومن اخر معامر الله، جيت على هذا المكان علشان انا اشوفك واحكي لك انه انا الوحيد اللي بقدر اكسرك. بس انا ما راح اكسرك، انا جيت عشان اشي ثاني. ايش هو هذا الاشي الثاني؟ احكي لي ايش هو. انا جيت لهذا المكان علشان احكي لك اني انا نفسي اصير صديقك من زمان، لانه ما في الا انت الجلاس الوحيد اللي بتناسبني. كل هذول الاشياء ما بقدروا يكونوا اصدقائي الا انت، لانه انت جلاس مصنوع. طيب. واحنا بنقدر نكون اصدقاء واصحاب. طيب ماشي، راح اصير صديقك بس بشرط واحد. شو بشرط؟ انك تقتل هذاك الدب الموجود ورا. فرجيني اذا انت قوي. ماشي. انت ما بتعرف ان انا بقدر اقتله بضربه؟ ايه جد قاعد بتتكلم؟ تقدر تضربه في ضربه واحده فقط؟ اكيد اكيد. انت ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. طب فرجيني كيف. اكيد. طيب يلا بدي اورجيك انا كيف. يا الله طلع، تعال معي وشوف الدنيا في ضربه واحده. والله انه هذا مرعب كثير. تعالي يا دجاجه. اقول لك لا اصبر شوي، بدي احط الدجاجه هون. خليني بدي اكسر هاي مثل هيك. ايوه قطعته. خليني اكسرها. سكر الباب مثل هيك. يلا فرجيني كيف. يلا بدك تشوف. اكيد والله دب مخيف. مرحبا يا دب البني، شوف خد. كيفك؟ بدك اكسرك انت كمان؟ لا اسف انا اسف كثير. تعال لهون. بدك مسك بضرب واحده مثل الدب. تعال. لا بترجاك يا فليجرات، ساعدوني. طيب خلص. تعال. بمزح معك. تعال. مش مصدقك. وين بدي اروح؟ انا خايف كثير. وين اروح يا فليجرات؟ ساعدوني. بلحق فيي. بمزح معك. تعال لهون. متاكد انك بتمزح معي؟ خذ ذكاء. ما بتوجع هاي. بمزح معك. انت ما بتعرف؟ مش حكتلك بمزح معك؟ ايه ليش ما بتصدقني؟ حكتلك لازم نكون اصدقاء. انت بتمزح معي؟ بمزح معك. يعني انت كنت تمزح معي. ماشي يلا شو بدنا نسوي هسا؟ يلا ايش تسوي؟ تعال لو يا ربي شو قاعد بتسوي؟ يا ربي ليش هيك قاعد تحكي معي؟ شو هذا؟ تركت البنزين. اشوف والله تكيه. مين رميها في هذا البحر؟ والله ما بعرف بلوثه بالبحر. تعال معي قاعدين. تعال معي. ايش بدك؟ هيني جاي. شو بده هذا البيدروك؟ والله غريب. تعال كثير. يلا هيني جاي. في هوني سفن فاضي وفي معي بنزين الكتب بالبحر. ايش رايك اعبي لك سفينتك ونطلع نسوق فيهم؟ ايش رايك؟ والله فكره خرافيه. تعال يا شباب بنات اسوي فيه مقلب. هذا خبيث. يلا يا عبيته. تعال يا شباب. طلع هسه مش راح يلاقيني. وينك؟ طلع انا في البحر ومش راح يلاقيني، متاكد. وينك؟ با بتسوي فينا مقلب؟ اكيد بسوي فيك مقلب. يلا 1 2 3 مع السلامة. تعال لهون. ما بدنا نسوي سباق. مش سباق. تعال. ايش بدك؟ ما بدنا نسوي سباق. انت بتحاول تعمل سباقات. بمزح. سباق ايه؟ سباق يا كلب. تعال لهون. والله راح افوز عليك. انا اللي راح افوز عليك. يا رب. يلا ووو خلص بنرجع. يلا على لفه. لا غشاش انت كمان غشاش. لا يا ربي ليش انت تطلع حوالين الشاطئ؟ طيب شوفوا كيف. والله عندي انا بمنزل اجمل من منزلك بمليون مره. طلع منزلي اجمله. ايه انت ما بتعرف انه منزلي انا جميع الكرة الارضية المصنوعة من البيدروك. والله جد قاعد تتكلم. اسف كثير انا. يلا راح افوز عليك اللفة الثانية. كيف بدك تفوز علي؟ راح افوز عليك. شو هذا على اليمين؟ ايش؟ شو هذا؟ وينه؟ بمزح. لا يا كلب غشيت علي للمرة العاشرة كمان. ولك ايش قاعد بتسوي؟ يا الله غش. راح افوز عليك. تعال لهون. مستحيل. شو بدي احكي له عشان يا بيدروك. طلع على اليمين. في ديناصور. انا اللي فوز. يا الله انك تخدعني في الديناصور. يا الله شو بدي اسوي. انت غشاش كثير. وصل السفينة مش حلوة بالمرة. السفينة مش حلوة. بدنا شيء ثاني.
احلى حاجه السفينه شو بتتهبل؟ لا والله ما هي حلوه. انت بالمره انت بدك تغش علي. انا بغش؟ انا ما بغشش. هذا اسمه حرب. حرب وين السفينه؟ مخك حلو. انا شلت السفينه خلص. بدك تضلك تلعب بالسفينه مثل هبايل؟ بدناش احلى. تعال تعال نبني قلعه. شو ايه هاي كركدان؟ ايه شو الكركدان هاد؟ ايه اخطبوط قصدي. هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه قوقعه. يا شباب قوقعه. ايش اسمها قوقعه؟ والله قوقعه. ايش قوقعه؟ كراب. كراب هذا ايش اسمه اللي له اصابع بقرص؟ ايه هذاك البرياني مستر سلطه. مستر سلطه. هذاك اسمه نسيت شو اسمه. شباب بنات ذكرونا. هذا شو اسمه؟ شو هذا؟ هذا اسمه ذكرني ذكرني نسيت والله. كرونكدع. لا طبعا. شو كرونكدع؟ شو كرونكدع؟ تعال تعال يا كرونكدع. ايش اسمك انت يا حبيبي؟ انا اسمي سلطعون. اتركوني مش عارفين شو اسمي. خلاص انا اسمي سلطعون. كرونكدع مين شايفين ان انا سيارة بخردعة؟ اطلع بجي حتى عندوني اهاني. انا اسمي سلطعون. ايه هذا اسمه سلطعون؟ والله ما بعرف ليش معصب. ايه انتوري كل هاي الاهاني كركدن وكرنطعن وبصر ايش وكركدون وبتتهبلوا علي وبتحكوا له ليش معصب؟ والله حرام عليك وانتم مجانين. اتركوني بحالي وان شاء الله اتركوني. اشد شعري ولا ايش؟ عندك شعر يا كرونكدع؟ كرونكدع بنسميك اليوم. طالع السلطعون بدي اموت. السلطعون رح نسميه كرونكدع. كرونكدع كرونكدع يا شباب. وين الكرون؟ ايه شو هذا؟ هاي مكنسة. ايه مكنسة البحر. مكنسة البحر هاي. ايش اسمك انت؟ مكنسة البحر. تكلمي 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 يا هاي بدي اسمي. تكلمي طيب ماشي. هاي ايش اسمها؟ هاي انا بحكي اسمها مكنسة. مكنسة مكنسة. هلو عني بلاش اجيب ابوي يشفط راسك انت والثنين. ايش؟ ايه انت مكنسة. طيب تعالي كنسير الدار. والله عندي كثير كثير انا وساخ في البدروك. تتهبل علي يا حيوان يا كلب. ما عم نتهبل. مش انت مكنسي؟ انا مش مكنسي. انا مش مكنسي. انا اسمي كونكو. إيش؟ شو كونكو هادي؟ اوه انا عرفت ايش اسمك. انت اسمك مكنسة البحر. لا لا مش مكنسة البحر. انا اسمي كوكو كمبر. شو كوكو كمبر هادي؟ بتكمبر انت؟ ما انت مش شايفني كيف بظني مكمبرة في الارض يا غبي؟ والله اسف كثير كثير. شباب مين بيعرف شو يعني مكمبر؟ اللي بيلعبوا ببجي بيفهم. هذا كمبر. كمبر تركي. شوفوا كيف ضل قاعد في البحر وقاعد هون. ايه السلام عليكم. خلص هذا. تعال تعال نروح نشوف الكرونكدع اللي لساته عايش. وين وين الكرونكدع؟ تعال تعال ندور. إيه؟ نشوف عيلته. بدنا نشوف عيلته الكرونكدع. إيه دور دور عليه. دور على عيلته كمان. الكرونكدع حلو عني. حلو عني. ايه كسلته بالغلط. والله خلص انساك منه. تعال تعال يا صديقي. تعال نشوف الفلجرات. ليش هيك منخاره كبير هذا؟ ايه يا فلجر يا فلجر شو مالك معصب؟ شو منخار كبير؟ انا هيك شكلي. ليش تتهبلوا علي انت وياه؟ والله بكسر روسكم انت الجوز. شو رايك نقطع لك منخارك؟ خذ لك 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 خارب حميني. يا الله والله مرقار. ايه قتلته. والله تعال تعال يا صديقي نلعب اللعبة النهائية. شو رأيك نروح انا وياك على المطار نلعب لعبة ما بحب المطار. ما بحبش اطير. طب ايش بدك؟ ايش بدك؟ بدنا نبني قلعة. يا الله ما بحب القلعات انا. بتحبها بتحبها. ما انت مصنوع من الرمل. بتحب تبني بالرمل. طيب ماشي. شو رأيك نبني قلعة في الرمل صغيرة؟ يلا يلا ابدي. بلش بلش جمع رمل. ماشي ماشي. يلا يا شباب بنات هسا رح نجمع رمل وبدنا نسوي قلعة كثير كثير جميلة. يلا, يلا جمع. يلا اني قاعد بجمع. وسع من هون. جمع منيح جمع. يا الله والله انك مجنون. يلا يلا هاي بدي ابني قلعة واحدة هون. يلا خذ هاتهم. انا بدي ابني لك. يلا قبل ما تاخذهم بنيتها ما شاء الله عليك. اكيد اكيد. انا من البدرك بطلع اشياء حلوه. انت روح اسبح في جوا في البحر. اخ والله انه مضحك كثير. تعال تعال ندور على عائله الكرنكدع. الكرنكدع والله ماتوا ماتوا بجوز راح وراح. طيب ماشي ماشي. في شيء هون خلينا نشوف هون. ما في شيء. تعال تعال دا تشمس دا تشمس انا. يلا يلا. اوه يا سلام يا سلام. والله بنتشمس احنا كثير كثير مبسوطين هسه. والله ووو ووو والله الشمسات رائعات كثير كثير.
والله يا سلام يا سلام. ايه والله انا شكلي جوعان كثير، بدي اروح اكل لك كم من صخره واجيك خليك وانا اتشمس. ماشي ماشي اتفقنا. يلا واو والله رائعات كثير هذول الشمسات. شباب بنات مين مثلي بيحب انه يروح على الشاطئ؟ لا 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 لا, لا. يا سلام والله اشي فاخر على الاخر. شو هذا اللي جايني؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي ابعد من مكاني. السلام عليكم ورحمة الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش مالك يا حاج؟ ليش قاعد بمكاني كنت؟ سامحني والله اسف يا بيدروك يا بيدروك. انو بيدروك هذا البيدروك هيو بطني. شو بدك تسوي فيه؟ ايش لاسوي فيك؟ بدي اقتلك. لا وبس يا شباب، لهون بنكون وصلنا لنهايه الفيلم. اذا عجبك الفيلم لا تنسى تحط لايك شير وسبسكرايب، وتدخل في سيرفر ديسكورد الموجود تحت في الديسكربشن، وتشترك في القناه الثانيه اسمها M4X5 Gamer، بننزل عليها افلام ببجي موبايل خرافيه كثير. اللي ما شافها ينزل تحت في صندوق الوصف ويشوفها. يشترك في قناتنا الثالثه بتلاقوها تحت في صندوق الوصف اسمها M4X5 Extra، الكل يروح يشترك فيها، بننزل عليها افلام فري فاير خرافيه كثير. ويلا يا شباب ان شاء الله هذا الفيلم عجبكم، اكتبوا لنا ارائكم اقتراحاتكم، واذا بدكم ايانا نسوي افلام ثانيه مثل هيك. وبس يا شباب يلا مع السلامه.